الولد. واو واو، بسم الله بسم الله. او ماي جاد، تكفى تكفى. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا جماعة؟ رجعنا لكم مقطع جديد للعبة جراني. كل التعليقات جراني بندر، التحديث الجديد. في تحديث جديد يقولون انه في وحش جديد، فراح نستكشف هذا الوحش سوا ونحاول اننا نهرب منه. ان شاء الله انكم تستمتعون معنا. معتد اشتراك لايك هذه الاشياء، ويلا نبدا. يا ولد والله فقدت هذه القومة من النوم. يلا بسم الله، كله هدوء. اسمعها تمشي والله. اوه ماي جاد، اوكي دقيقة اصبري جدة. يا جدة هو قلنا يعني فقدناكم، بس دايما الموسيقى. والله الناس سوت لنا خروج سينمائي، خروج سينمائي الجدة الله يهديها يعني. ايش هنا؟ هذا ما اتذكره ذا المكان. الا بس انه ايش اسمه؟ يعني اختصار نايس. خلنا نرجع. ايوه هذا المكان الجديد. اي نيد سبايدر كي، مفتاح عنكبوت. انا هذا اللي عارفه، بس البدايه انه نستخدم هذا الكتاب، لانه هذا الكتاب كان من اول ما له اي استخدام، فاهمين؟ يا ولد ايش ذي الموسيقى اللي تطلع؟ ما كانت تطلع اول ولا ايه؟ هذا الزر. ايوه تمام. وي ايش ذا؟ هنا احط الكتاب. بس هذه مين؟ ليكون هذه جراني حق جراني، فهمتم يعني جدة الجد. طيب اوكي دحين نروح صح؟ الو ايش؟ مكان ساكنة؟ طيب دحين ما ادري ايش نسوي، بس انه لازم اننا نلقى. تسمعون الصوت؟ واو قلبي، بسم الله الرحمن. يا الله يا ولد ايش ذا؟ هذيك تتحرك حية ذيك. او ماي جاد ضربتها. دايم ايش فيه؟ ايوه هذا المفتاح سبايدر كي. حلو حلو حلو. يعني اوكي، يعني ذحن شكله جراني هي اللي ضربتها وموتتها نفسها. شوف المشهد يا اخي لو زبنت تحت السرير. يلا ذحن ننزل. احا اوكي هذا هو المكان الجديد. طيب ايش نسوي؟ ايش نسوي؟ اوه الو. اوه ماي جاد. طيب اوه عبدو. طيب في مين وفي يسار؟ خلنا نشيك اول شيء هنا. ايش هنا؟ هذا اختصار لمكان السيارة. اوكي حلو، خليه بعدين. حلو هنا. طيب اوه ماي جاد. اوه نو ربي حرقنا، ربي حرقنا يا جماعة. هذه مطرقة، اوكي ناخذها معانا. يلا ناخذ احتياط. الله يستر الله يستر. بس يا اخي المكان ايش ذا؟ المكان الملخبط ايش ذا؟ اي نيد ويلك. اوكي نحتاج ذا. طيب يا ولد. واو بسم الله بسم الله. او ماي جاد، تكفى تكفى. ايش اللي صاير؟ ايش ذا الرعب؟ او ماي جاد، ايش ذا الراس؟ ايش في؟ روح هنا يا اخو. رب المكان يلخبط مره، المكان مره يلخبط. ايش؟ مصر. اوكي نطلع ولا ايش ذا؟ نايس حلو. ايش ذا المكان؟ في واحد واثنين. واحد حلو. اوه ماي جاد كم اون مان. ها سيلدر، استغفر الله العظيم. يعني انا فتحت واحد بنفسي وكان الامور طيبه، بس يلا معلي مشكلة. ريموت كنترول ايش ذا؟ يا ولد في شيء جديدة احسها ولا؟ الو ايش ذا؟ دقيقة.
أح الله يقلعك، إيش ذا عنده؟ ذا مو مفتاح الزبيدر، أخذوا ذا ولا إيه؟ واحد هنا. شكل ذا الرقم، إنه يعني هذا الصندوق الصح. يعطيك العافية، قصرت. الحين تقول لي رح أرجع أنزل عند الزبيدر، الله يخارجنا بس منه. لازم إني ألقى الويل كرانك، جالس أدور لها أنا، إن شاء الله نلقاها هنا. قسم بالله يا جماعة كتمة الدنيا، وربي كتمة. أوه ماي جاد، أوكي حلو. حلو 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 حلو، حصلناها حلو. اوه ماي جاد، اخي تخوف. ايش ذا؟ ايش ذا الراس؟ لا اله الا الله. طيب خلها تروح كذا، لان انا اصلا طريق يمين. يلا يلا بسرعه. اوكي نمزح، خلاص نمزح. يقطع ام الحاله. يلا حلو، ايش دحين؟ ايش؟ اكيد فتحوا لي شي في مكان، بس فين؟ الله اعلم. اوكي في غرف كذا كثير فيها، ممكن القى فيه هنا اشياء، لازم ادور. حلو. او ماي جاد، ورب اني خايف. او ماي جاد، او ماي جاد، بليز هيلب مي، هيلب مي بليز مان. طيب فك، قفل. خلني اخذ الاداه اللي فوق هنا. ايوه هذه اللي فجرني، الله يقلعك. اخذها معاني يلا. اوه الهامر هنا برضو، حلو ما ننساها. ها روان المكان يلخبط، انا باقي ما استكشفته زينا. ايوه some kind of liver، حلو. chain cutter، اوكي حلو. rusty badlock، الثلاثة ذي كلها شكلها جديدة ولا؟ liver و rusty، اوكي هنا يعني هذا شكله. نخرج من هنا، هذا الباب يعني نخرج من المواصر. اوكي I need screwdriver، اوكي حرقنا، يعني احتاج 4 أشياء يا شباب. الله يخارجنا بس من ذي، والله ما ادري فينها يا اخي، الله يستر. يا اخي اقسم باتي الا كتمة يا جماعة، كتمة مكتومة. انا هذا مدري ايش عنده، تقول لي هذا الليفر حقه، هذا الليفر شكله مدري كيف. اتوقع ذا، الله ناسي. هنا احتاج الهامر، اوكي. طب الريموت هذا يا شباب ايش فايدته؟ استخدمه اقدر على طول يوز. ايش اسوي؟ خلنا نجرب. I need to get closer، في شيء لازم اقرب منه. اوه ماي جاد تكفى، راح تضربني، راح تضربني، والله اني عارف ذا الجلتش. شباب الريموت هنا نسيت انا. اوكي حصل لنا شيء. ذا السلاح، ذا سلاح. يلا ها نخفع عينها بالسلاح، تعالي. طبعا واحد ابلع هنا. يلا يلا ها، توكل عني، اروح على الزبيدر استخدمها برضو. لا اله الا الله يا اخي، انقلعوا عني، انقلعي. طع ام الوجه الرعب، ارعب من قراني وربي. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. حلو. ايش هنا؟ بارت اوف شوتجن، انا حارقين يا ابني. واللي بارت اوف شوتجن حرقنا، والله اني حارق، والله اني حارق، عارف اني حارق. تكفاي جدا، الله يقلع ام الحاله يا شيخ، والله اني نوب. اخر يوم يا شباب، ومقد جبتوا لي شيء. حرقنا. اوه ماي جاد مان، يا جماعه حبستني. جي اي نيد هامر. طيب كيف اطلع؟ ما في حبوس انت. اوكي لا يمدينا، يمدينا بسرعة. ربي بسرعة، الحمد لله، بسرعة بسرعة الحمد لله. هي فكت الباب، حلو. ارمي هذا، هلا وانتو. اوكي يقول شغله، ايش حترجع تقفله؟ اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، يقلع شكله. ايش ذا والله خبرة، تقفله ترجع تفتحه وتلعب في لعب. يلا اختاري مكان. احا مت. يا جماعة لطمني قراني اكثر من هذا كس الزبيدة، لطمني ذي. كم اون مان، وي دونت نيد ذا ما مان، وي دونت نيد ذا. اخي اجرى 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 شي. يا جماعة راح اجرب حظي، والله ما ادري واحد ولا اثنين، ما شفت ترون رقم. الله البلشة، بقيت لقيت اي غرض.
يا شباب واحد سبيشال كي خذ لك يعني اخ صبرني صبرني بس صبرني. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله يا شباب. الان مع اعظم مخاطرة، اما يكون الاكشن الابدي ولا الموت الابدي. رح اجيب قطعة الشتقن عشان اسوي الشتقن واصفق ابوهم دول. ما ينفع معامل لكذا كذا. جاهز؟ تعالي قراني حبيبتي انتي، تعالي وقف كلمة راس ولعي. يلا يلا خلاص، الواحد ما يتفاهمل لكذا. يلا بس يلا. واحد يعطي وجهه كذا ما في. يا اخي هذا اتذكر في حيوان مدري ايش ويبغاله شغلة يا اخي. لا ياكلني ذحن وينهي علي الدنيا. تذكر ذا لازم تحط له لحمة. والله اللي ياكلني وربي. واللي اعطيه بشتق انا موته. صدقون شكله بشتق. يا جماعة شوفوا ها تشين كتر هذا نقدر نستخدمه للباب. اوكي خلي ذحين يبقى لنا حاجتين لازم. هذا نجيب السلاح نعشقه. نايس ايوه هذا السكرو درايفر. يلا حلو حلو. يلا يلا بسرعة هجرب ارمي التشين كتر من هنا. ايوه نايس عشان استقبله بالجهة الثانية. اخ مخ مخ. هذا التشين كتر حلو. والله يفجع بليسك يا شيخ، ايش ذا التفجيع؟ هذه اول شيء حلو، خلاص خلصنا من ذي. دحين اجيب السكرو درايفر افتح هذا ونشوف ايش فيه. اوه والله يقلع مسوي لفه انا وراسي. بره ما زين. اوه ماي جاد ما تفه. تكفى والله لو يطلع شيء ما منه فايده لا ابكسهم ذا. يلا طيب ايش وراه؟ ماستر كي تستهبل انت؟ لا لا مو طبيعي مو طبيعي. ماستر كي ايش للباب الاساسي؟ انا ما ابغاه. ماي جاد كليني وريحيني من ذا الشغل. ايش هنا؟ اوه اللحمه حلو، اللحمه احتاجها. يلا نحط اللحمه ها ان شاء الله ما يهجم علي بسرعه بس. اوكي كلها بعد عني بسرعة. اوكي مشي مشي. يلا يلا. هنا في ايش؟ ايش هذه؟ وودن ستيك حلو حلو. اوكي بسرعة 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 بسرعة. وودن ستيك حلو نحتاجها. هذه ما اتوقع نحتاج. اوكي يلا بسرعة بسرعة. الله يستر. اوكي الحمد لله الحمد لله. يلا يلا خلينا نشوف ايش في البير، حاجه نحتاجها ولا لا. خلي يطلع المفتاح رستي وعندي ذا وخلاص اهرب. تكفى فرحني لو مر فرحوني. اوكي هذه اوكي عاد عاد هذه احتاجها، هي الوحيده دحين اركبها واشوف ايش يعطيني. اوكي يلا رستي كي. او ماي جاد راح نهرب اخيرا. او ماي جاد يلا 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 ارمي ذا هنا وننزل كذا. يلا حلو حلو شغلك. الحين ايش تسوي؟ ترمي هذه هنا. لا تورطنا لا تقول لي ما نقدر. اصبر نرمي المفتاح لان المفتاح هو اخف يعني. اوكي نايس نايس نايس. يلا حلو راح نهرب. لا تقول لي المفتاح قلتش ما عاد. والله يا جماعة الانجلط وربي الانجلط. يا جماعة تكفون تكفون لا يضيع تكفون لا يضيع يا شباب لا يضيع. انا مسوي اختصر الوقت انا وراسي. انا استاهل مسوي اختصر الوقت مسوي اختصر الوقت انه يعني فاهمين خلاص عندي غرضين وكذا. ما راح اتوتر بسيط الموضوع. راح ارجع وان شاء الله اني القى ان شاء الله ان شاء الله اني القى باذن الله. الموضوع بسيط ان شاء الله انه هنا. دعواتكم انه هنا دعواتكم دعواتكم انه ما قلتش. تكفون يا شباب يا شباب راح ابكي. والله اني تعبت وربي. ايش ليش كذا؟ ليش قلتش على اخر شيء دائما؟ انا هذا حظي دائما كذا يصير لي. هذه الخشبه يا اخي ما اقدر اضربها كذا في راسها وخلاص افتك منها. والله يا جماعه حرام والله حرام يا جماعه والله حرام والله ظلم والله. يعتبر فايز لي في ساعتين ونص جالس اسجل.
واكثر حتى عشان افوز بس تلطمت مرتين. حجرب شيء اخي، راح ارجع لمكان المفتاح نفسه، يمكن القى هناك، يمكن يعني كذا سوى ريستارت. ورب ما لي دخل، والله يعتبر فائز. انا راجع لمكان المفتاح، لو ما في انتهى المقطع ولا نشوف النهايه سوا، اخر يوم حتى تشوفون كيف تعذبت في ثالث جيم. انا متاكد انه ما راح يكون هنا، متاكد انه قلتش بس خلاص، قلتش اختفى المفتاح. حظي دايم حظي، ها شفتم قلت لكم انا دائما كذا. والله ما لي دخل، يعتبر فوز. نشوف النهايه سوا. دحين نفتح يوتيوب، تابع يوتيوب، تابع يوتيوب. اوكي شوف لوكي جالس يلعب. يلا نبغى نشوف النهايه. شوفون كيف حظي. شوف جراني جراني وذي. Granny, what are you doing down here? You weren't down here before. أوه هذا المصيبة هذه. جراني الجراني. Don't get angry. Okay. أهم شيء يعني أهم شيء إنه يعني خلص تقريبا أنا خلص، بس هذا الجلتشات إيش أسوي؟ أتمنى أنكم استمتعتم من شباب. والله الصراحة هذا الجزء صعب، صار مرة صعب لما أضافوا هذا التحديث. الهروب صار مرة صعب، يعني كل الهروب مترابط فاهمين، يعني أنت تبغى تهرب من الباب تبغى تهرب لازم تنزل عند السبيدر، هذه المشكلة. فأتمنى أنكم استمتعتم، لا تنسوا تقيموا المقطع وتعطوني لايك، ونشوفكم إن شاء الله في المقاطع الجاية. مع السلامة.